من رام الله ينضم إلينا مراسلنا عميد شحادي. صباح الخير عميد. إذن اعتقالات جديدة عمت مناطق عدة في الضفة الغربية، ضعنا في سياقها وفي سياق أيضا أصداء مسيرة الأعلام على فلسطينيي الضفة. صباح الخير رويدة. في الضفة الغربية فجر وصباح اليوم، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كانت هذه المناطق هنا في رام الله وفي جنين وفي طول كرم شمال الضفة الغربية، وأيضا في بلدة العزرية بالقرب من مدينة القدس. في طول كرم كان الحدث الأبرز، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة وأطراف هذه المدينة، اعتقلت مواطن وثلاثة من أشقائه، أربعة أشقاء اعتقلتهم من مدينة طول كرم، وقامت أيضا بتفجير منجرة يستخدمها هذا المواطن للعمل. قاموا بتفجير المنجرة بشكل كامل ما أدى إلى احتراقها. بعد ذلك اعتقلوا هذا النجار واعتقلوا ثلاثة من أشقائه قبل انسحابهم من بلدة بلعة بالقرب من مدينة طول كرم. الأمر ذاته تكرر في قرية صانور بالقرب من مدينة جنين، حيث هي تجمع قرى جنوبي مدينة جنين التي تتعرض بشكل مستمر لاقتحامات إسرائيلية وتنفيذ حملات اعتقال بشكل يومي في هذه المناطق. قوات الاحتلال اعتقلت مواطن من هذه المنطقة قبل انسحابها، والأمر ذاته أيضا في قرية المغير بالقرب من مدينة رام الله وقرية العزرية بالقرب من مدينة القدس. حملات لا تتوقف، يوميا يتم تنفيذ حملات الاعتقال، ولكن يكون هناك ارتفاع بأعداد المعتقلين أو انخفاض بحسب الظروف التي تجري في الضفة الغربية. عن مسيرة الأعلام رويدة وأصداها في الضفة الغربية، كان لغاية الآن صباح هذا اليوم هادئا لغاية الآن، ولكن التخوفات الأكبر التي عبر عنها الفلسطينيون بعد تنظيم مسيرة الأعلام بالأمس في مدينة القدس هي الشعارات التي رفعها المستوطنون المشاركون في هذه المسيرة، وهم بالآلاف، وهم أيضا ذهبوا إلى مدينة القدس من مستوطنات في الضفة الغربية، سيعودون أو عادوا فعليا اليوم، هم موجودين في مستوطنات الضفة الغربية يحملون أحلامهم بحرق القرى العربية وقتل العرب وما إلى ذلك. هذا ما يخشاه الفلسطينيون في عميد. هل كان المرحلة هناك رد رسمي فلسطيني على هذه الهتافات وعلى هذه المسيرة؟ نعم، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بورديني قال إن الشعب الفلسطيني فقط هو من يعطي الشرعية للموجودين في مدينة القدس، وليست إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن نفسه. وكان هناك إدانات واسعة للشعارات التي رفعها المستوطنون ولمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية صاروا خلف هؤلاء المستوطنين الذين يدعون لحرق العرب. وبالتالي بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحتى بالنسبة للمستوى الرسمي، هناك موافقة من الحكومة الإسرائيلية على هذه الشعارات التي رفعت، والتي نظمت المسيرة أصلا لرفع هذه الشعارات المطالبة بقتل العرب. كان هناك دعوات للولايات المتحدة الأمريكية للتدخل و أخذ موقف جدي من هذه المسيرة وما الذي يريده المستوطنون من هذه المسيرة، مطالباتهم بحرق القرى العربية. دعت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل وحماية الشعب الفلسطيني من ما يمكن أن ينتج عن هذه المسيرة أو الشعارات التي رفعت في هذه المسيرة من تفجير للأوضاع في الضفة الغربية رويدة. شكرا جزيلا لك عميد شحادي مراسلنا من